احنا كلنا طيبين يا رب، ومصر والله طيبه ووطننا والله طيب ودايما مصر كده في تقدم يا رب ان شاء يا الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ايه احساسك النهارده 30/6 بتمثل لك ايه؟ بصي انا من الصبح عماله افتكر 30/6 الاولى انا كنت فين وكان بيحصل ايه، والواحد ساعات بينسى الاحداث وما بيحكيهاش ابدا، لكن انا فاكره ان كانت من اغرب الحاجات. كنا ساعتها بنلم فلوس علشان الناس تفضل قاعده في التحرير وفي الاتحاديه ونجيب اكل ونجيب عصير. والله كميه الناس اللي طلبتني وبقيت اعتذر لهم واقول ما احنا جبنا عندنا كتير. ناس عمرهم ولا كانوا يهتموا بالسياده اطلاقا. وجت ست لطيفه كده ساكنه في مصر الجديده اتصلت بيها عشان تقول لي خدوا شقتي. قلت لها يا فندم نعمل فيها ايه؟ والله العظيم قالت شفي. انا حملها لكم علب عصير من الكرتون عارفه الصغيره دي وعملاها ميه وعملاها. عايزه اقول لك كميه الحماس والله عمري ما شفتها. صحيح. يعني وانتوا الوقت وانتوا بتضيعوا المناظر بتاعه المظاهرات وكده افتكرت ان انا يومها كانت المظاهره اللي طالعه من الزمالك وعندنا كوبري اسميل وفوقك الطيارات الهليكوبتر بتاعه الجيش معلقه الاعلام. وكانت بتنزل اعلام كده بالظبط كانوا بيحدفوا اعلام مصر من وانت حاسه انك مطمئنه وانت منتصره. بصي يعني مهما نقول على حكايه نجاتنا من حكم الاخوان انا برجع اقول بس السنه دي كانه كان تطعيم فاكسينيشن ضد حكم الاخوان. جربناه. الناس اللي ما كانتش تعرف جربت. الهويه المصريه صحيح التركية. صحيح. كانت ناس ثانيه. انا فاكره مره كلمت واحد من يعني اعضاء مجلس الشعب ساعتها من بتوع السلفيين كان في دايما محادثات سياسيه، فانا بقول له يا فندم وبالنسبه لترشيح المراه والحاجات دي يعني زوجه حضرتك لها راي؟ والله عارفه رد عليا قال لي ايه؟ زوجتي لما يبقى لها راي تقوله لي وانا اقول له بدالها. يعني وبعدين في الاخر حطوا كم ست احتياطي كده. هو انت متخيله ان التركيبه دي زوجته بيبقى ليها راي اصلا؟ لا لا بيقولها لي. وبعدين عارفه طول الوقت قاعد فلازم يبقى في حد تاني مين قاعدين انا مش بيكلمني وبحطط شوف الارض حاجات كده. احنا فلتنا بيقول اي نقشه يعني بجد يعني ربنا يحمي البلد دي وما يخليهاش تشوف السنه الكئيبه التعيسه اللي احنا شفناها. صحيح. احنا كلنا خصنا. احنا طلعنا صحيح احنا كلنا طلعنا نقول ليسقط حكم المرشد واحنا بنقول ده ما كناش نعرف ان احنا بنسقطه للابد. لا يعني طبعا خدي بالك هم ما عندهمش حكم في اي حته تانيه. وكانت مصر بالنسبه لهم يعني صاعد في اي دوله فيها. ومصر دي كانت الجوهره اللي لو كسبوها يبقوا كسبوا كل حاجه. فأنا فاكرة حكيلي الكبير كان عنده سنتين أنا لسه بقول لكل ست مصرية تقعد وتحكي لأولادها وتحكي لأحفادها مش فاهم حاجة يا حبيبي بس ماسك العلم. يعني يا بصي هي أنا مش هقول كلام اللي كل الناس بتقوله. خلصنا من الإخوان ورجعنا للهوية المرة أنا أفتكر لما الناس اجتماع طلبت سيادة الرئيس بتقول له عايزين وزارة قال أنا وزير المرأة. احنا شايفين 8 وزيرات ومحافظة و90 نائبة ولسه الدنيا ماشية. صحيح. بس أهم حاجة بقى اللي جاية أحلى عايزة أقولها لك إن امبارح احنا بننسى. امبارح وأنا بتفرج على الافتتاحات لا احنا بننسى. احنا بنشوف افتتاح كل شوية من كتر ما هي ما شاء الله كبير. صحيح. لكن لما شفت على بعضها استعراضها من رئيس الهيئة الهندسية ولما شفت الاستعراضات بتاعت وزارة الثقافة كمان والحاجات اللي عندنا قلت هي دي البلد اللي أنا عايزاه وعايزة أولادي وأحفادي يعيشوا فيها. صحيح. متحضرة ومتقدمة ويفخروا بيها إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. كل سنة وحضرتك طيبة وكل